لو انت بتشتكي من ألم في أسفل الظهر والألم ده مسمع معاك في منطقة المقعدة ونازل معاك في خلف الفخذ وممكن كمان ياخد خلف الساق ويحصل معاك شد في السمانة وخصوصا أثناء المشي وانت ماشي بتبقى عايز تقعد مش قادر تقف وممكن تميل لقدام كده شوية فالأعراض تتحسن، دي كلها أعراض دي القناة العصبية. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض ايه هو مشكلة دي القناة العصبية دي وازاي بتقدر تضغط على العصب وبتسمع في الرجل بالشكل ده، وهنعرف خطوات بسيطة لعلاج المشكلة دي، فيلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. قبل ما ندخل في العلاج عايزين نعرف الاول ايه هو السبب بتاع ضيق القناه العصبيه. المفروض الفقرات بتاعه العمود الفقري دي بيبقى جواها القناه العصبيه دي ماشيه وبيخرج من القناه العصبيه دي اعصاب طرفيه كده عشان تغذي الاطراف، فلو انت عندك القناه العصبيه دي ضيقه او القناه اللي خارج منها العصب عشان يغذي الاطراف دي ضيقه فتعمل عندك كل الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي، واللي هيخلي القناه العصبيه عندك تضيق ممكن مثلا عندك خشونة في الفقرات، عندك انزلاق غضروفي، انت مولود اصلا بالقناة العصبية عندك ضيقة شوية، الوزن الزايد لو انت عندك كرش، الكرش ده بيحمل على فقرات اسفل الظهر وبيخليك تقوس بالشكل ده، فتقوسة الظهر بالشكل ده تضيق عندك القناة العصبية اكتر، فلو القناة العصبية عندك ضيقت العصب اللي خارج من الظهر ده هيغذي الرجل بيبدأ يضغط وهتظهر عليك الاعراض اللي لسه قايلينها من شوية، ألم في أسفل الظهر وألم في المقعدة وألم في خلف الفخذ وأحيانا تنميل وكمان يجي لك شد في السمانة وانت ماشي تبقى عايز تقعد أو عايز تميل لقدام، وفي الحالات الشديدة قوي لو المشكلة دي بقالها معاك فترة طويلة ممكن يبقى عندك سقوط في القدم وكمان موضوع التحكم في البول ده ما يبقاش متظبط. هنشوف بقى دلوقتي ايه هي خطوات أو تمارين العلاج الطبيعي المفيدة في الحالة دي. أول خطوة في دور العلاج الطبيعي في مشكلة ضيق القناة العصبية احنا بنحاول ان احنا نظبط وضع الحوض شوية، يعني مشكلة ضيق القناة العصبية بيبقى فيها تقوس او انحناء زايد في اسفل الظهر، المفروض التقوس ده نقلله شوية بتمارين العلاج الطبيعي، فبنحاول ان احنا نقلب الحوض لورا بالشكل ده بحيث القناة العصبية اللي موجودة في الظهر دي توسع شوية، فاحنا هنشتغل على العضلات اللي بتخلي الحوض يقلب لورا بالشكل ده، ولو انت عندك كرش او عندك دهون في البطن حاول تظبط نظام غذائي كده وتنزل في الوزن عشان التقوس اللي موجود في اسفل الظهر ده يقل وتبدا عندك الاعراض تقل شويه. هنشوف بقى دلوقتي تمارين العلاج الطبيعي. اول تمرين معانا هو استرتش او استطاله لعضلات الظهر، هتثبت في الوضع ده كده وتحاول تخلي المقعده تلمس كعب رجلك بالطريقه دي وتثبت مثلا حوالي من 10 ل 15 ثانيه وتريح زيهم، هتعمل كده 3 مرات. التمرين اللي بعد كده ممكن حد يعمل لك مساج على عضلات الظهر بالشكل ده كده، المساج يكون عميق شوية، هتعمل المساج ده مثلا لمدة 3 دقايق ممكن اي حد يعمله لك. الخطوة اللي بعد كده هنعمل استريتش العضلة هنا في الحوض اسمها البيروفورمس، العضلة دي بتبقى مشدودة فاحنا هنعمل لها تمرين استطالة عشان تفك، هتحط رجل على رجل بالشكل ده وتقوم ماسك بايديك في خلف الفخذ كده وتاخد ركبتك على صدرك، هتحس بشد في الناحية العكسية هنا، هتثبت كده حوالي 20 ثانية وتعمل على الرجل التانية برضو، هتعمل مثلا مرتين او 3 على الرجل اليمين ومرتين او 3 على الرجل الشمال. خلصت التمرين ده هنبدأ نعمل تليين للعصب الوركي، هتعمل على الرجل المشدودة، لو رجليك الاتنين فيهم شد هتعمل على الاتنين، بس خلينا دلوقتي هنعمل في الرجل اليمين، هتمسك الفخذ اليمين بالشكل ده كده وتحاول تفرد ركبتك اكنك بتشوط الكورة كده، هتحس بشد في خلف الفخذ، هتعمل التمرين ده كده حوالي 10 عدات وتريح، هتعمل كده 3 مجموعات. هتخلص دول هتقوم من نفس الوضع برضو، هتفرد هتشوط الكرة كده وتقوم شادد مشط رجلك على الاخر بالشكل ده كده، هتحس ان الشد بيزيد اكتر، حاول تشد مشط رجلك خفيف بحيث يكون في شد تستحمله. وفي تمرين كمان ممكن تكون فارد ركبك شوية وتبدأ تاخد ركبك او رجلك كلها ناحية صدرك بالشكل ده كده، هتعمل برضو التمرين ده حوالي 10 عدات مجموعتين.
كده خلصنا تمارين تليين العصب. هنبدأ بقى نعمل تمارين بحيث نخلي الحوض يرجع في الوضع الطبيعي بتاعه، فالضغط على العصب من الظهر يقل. فأول تمرين معانا هتعمل تمرين اللي هو تاخد ركبتك على صدرك بالشكل ده. هتعمل التمرين ده كده 10 عدات 3 مجموعات. خلي بالك وانت بتعمل التمرين ده ما تنزلش رجلك لحد ما تلمس الارض تاني، لا خلي رجلك مثلا ايه تتحرك في المدى الحركي ده بالشكل ده، ما تنزلش رجلك لحد الاخر. ابدأ من النص كده مثلا وخد ركبتك على صدرك بالشكل ده. هتعمل التمرين ده 10 عدات وتريح مثلا 20 ثانية. هتعمل كده 3 مرات. التمرين التاني برضو عشان نظبط بيه عضلات الحوض ونلف الحوض لورا، التمرين ده هتنام على ظهرك وتبدأ تشفط بطنك شوية وتضم عضلة المؤخرة. اوتوماتيك هتلاقي الحوض معاك قلب لقدام بالشكل ده. هتثبت كده حوالي مثلا 7 ثواني وتريح 3 ثواني. هتعمل كده 10 مرات. لقيت التمرين ده سهل ومفيش فيه ألم، ممكن ترفع وسطك شوية صغيرة كده وانت بتعمل التمرين. هنكرره تاني، هتشفط بطنك خفيف كده. وخلي بالك وانت بتعمل التمرين ده ما تكونش كاتم النفس، لا النفس يكون شغال عادي. تشفط بطنك شوية وتضم عضلة المؤخرة، هتلاقي الحوض قلب عليك بالشكل ده. ترفع بس فوق شوية صغيرين كده وتثبت حوالي 7 ثواني وتريح 3 لـ5 ثواني. هتعمل كده زي ما قلنا 10 مرات. التمرين ده لو حسيته صعب ممكن تعمله من وضع الكات بوزيشن او وضع الحصان بالشكل ده. هتبدأ برضو تشد بطنك او تشفط بطنك شوية وتضم عضلة المؤخرة، هتلاقي ظهرك اما اوس لورا بالشكل ده كده. ده برضو نفس التمرين بس التاني طبعا بيبقى اصعب شوية. فممكن تعمل التمرين ده في البداية وبعد كده تبدأ تعمل التمرين بتاع البريدج او الكوبري ده. ان شاء الله بالتمارين دي الاعراض عندك تتحسن والالم ده يخف. وبكده يكون خلصنا موضوع النهاردة. لو حد عنده اي استفسار ممكن يكتب لي في الكومنتات تحت، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجة بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.